المسابح هواية ومهنة تجمع العديد من المواطنين في سوق السبح القديم بمحافظة دهوك شمالي العراق، سوق يعود من جديد بطابعه القديم ليجتمع فيه كبار السن والشباب على حد سواء من مدن زاخة وسليمانية وأربيل ومناطق كردستان العراق الأخرى لغرض البيع والشراء وقضاء الأوقات الممتعة. أقول لك هذا سوق السبح، يسمون سوق السبح هنا. هسا أنا وهذا محمد صديقي نحن من زاخو جايين. يومية فد أسبوع يومين ثلاثة نجينا، جماعتنا كل قرايبنا نقعد هنا، واحد يبيع له، الشباب هم يجون هنا. الشباب هم يجون هنا يفرحون يشربون شاي، هذا القهوة مال السبح، قهوة مال السبح هذا. تارك 40 50 سنة هاي، يعني قديم، سوق قديم. قديم هذول كله له راتب إيه ما يقدر يشتغلوا عم يبيعوا مسابح، ناس عم يجي يبسطون يشرب شاي قهوه حليب بياكلوا بيشربوا يبيعوا كل واحد بالمسؤوليات يروح على بيته. الرواج الكبير لبيع وشراء السبح كما يسميها العراقيون لم يقتصر على سكان محافظات كردستان بل تجاوزها للمحافظات التركيه المجاوره للعراق ولبنان وغيرها من الدول. أنا تركي ناصصنوز يمسنوز بل تركيا دن قلمشم أنا من تركيا جي أنا أجيب مسابح أوزع مسابح حوني في دهوك وفي أربيل وفي زاخو. أخي هذا صديقنا جاي من ميردين من ديار بكر يجي وتجار عم يجيوا من لبنان عم يجيوا من تركيا ونحن عم بيعوا بالزاخو عم بيعوا بالدهوك بالأربيل بالسليمانية. أنواع المسابح تختلف بحسب المادة المصنوعة منها، فهناك الكهرب والكهرمان والسندلس والعقيق والمرجان والعاج وغيرها من الأنواع الأخرى التي تستورد كل منها من دولة معينة لتختلف أسعارها باختلاف أنواعها، إذ تصل أسعار البعض منها إلى آلاف الدولارات. هذا سندلس قيمته تقريبا 300 وأكو أنواع كهرمان. كهرمان سعره تقريبا 80 60 30 هيجي من هذول 10 15000 يعني تعرف كل شيء له شيء يعني كل شيء له شيء. ويعد العراقيون من اكثر الشعوب استخداما للمسابح وامتلاك الانواع النادره منها خاصه مع وجود اسواق عامره بها يتعامل اغلب اصحاب المحال فيها مع مسابحهم كانها حلي ذهبيه بل هي كذلك لان التجاره في بعض انواعها أصبحت رائجة ومربحة.